أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. السائل يسأل عن حكم هذه العبارة في مناهج التعليم وفي المدارس وغيرها في قولهم مادة القرآن. هذه تعبير الحديث مادة، ما تعبير الحديث. المعروف أن يقال علم، أن يقال علم القرآن أو علوم القرآن أو علوم السنة أو علم النحو أو علم الفقه، علم المصطلح، سمى علم ما يسمى مادة. هذا تعبير دارج وتعبير عصري لا أصل له. نعم.